اللواحة البيضاء جوهرة الثورة ابن عباس بموقعها الجغرافي المتميز، إذ تتوسط وادي الثورة والعرق الجنوبي الغربي ما يجعل منها وجهة للسياح المحليين والأجانب. تبقى في حاجة إلى بنية تحتية لتعزيز قطاع السياحة. ويعد هذا المشروع لبناء فندق سياحي قيمة مضافة للولاية المستحدثة في إطار الحركية التنموية التي تعرف انتعاشا في الآونة الأخيرة. السيد هذا شراء أرض قرابة نصف هكتار وشيد عليها هاد التحفة اللي هي فندق حداوش الثورة، اللي يتسع ل 43 يعني غرفة بقرابة يعني 90 سرير، وإن شاء الله سوف يعرف الانطلاقة نتاعه مع بداية سنة 2025، وتكون يعني بادرة خير على موسم السياحة الصحراوية لسنة 2024-2025. كان عنده تسهيلات في التمويل ثنائي، وين يعني اعتمد على أحد المؤسسات المالية الجزائرية اللي هي بنك التنمية المحلية، ويلقى كل التسهيلات إن شاء الله. الأمور تجري على ما يرام. هذا الصرح السياحي أخذ صاحبه بعين الاعتبار خصوصية الطابع العمراني للمنطقة، ومن شأنه خلق مناصب شغل لفائدة أبناء الولاية. اليوم رانا في المشروع هذا، ان شاء الله في مشروع اخر يعني اللي هو مركب سياحي اللي خدا يعني رخصه البناء وصاحبه يعني في الاجراءات الاخيره للانطلاق، وان شاء الله القادم افضل. وسيسمح هذا الانجاز بمواجهه التدفق السياحي الذي بدات تعرفه المنطقه في السنوات الاخيره، والتي اصبحت وجهه سياحيه بامتياز لمكانتها المرموقه في السياحه الصحراويه.